براونيز. بالنسبة مقادير البراونيز عندنا 150 مللتر زيت، 150 جرام مية مغلية، 30 جرام كاكاو بودرة، 60 جرام زبدة، 1.5 معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، 60 جرام شوكولاتة داكنة، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 3/4 معلقة صغيرة ملح، 450 جرام سكر، 2 بيضة، 2 صفار بيض، 1.75 كوب دقيق، و 200 جرام شوكولاتة داكنة. أول حاجة هعملها عايزة أدوب الزبدة والشوكولاتة مع بعض في الميكرويف. وفي المية السخنة عايزة أحط الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان. وندوبهم مع بعض. ونحط معاهم الزيت. أشوف الشوكولاتة والزبدة. محتاجين شوية كمان. يبقى كده احنا جهزنا كل حاجة للبراونيز. نبتدي نحضرها مع بعض. هحط السكر والبيض الأول لوحدهم وأضربهم مع بعض. أتأكد ان السكر ابتدى يدوب. عندي هنا بيضتين واثنين صفار بيض والفانيليا. الملح ممكن أحطه مع الدقيق والشوكولاتة في الآخر خالص. أول ما اللون يبتدي يبقى أفتح أحط معاهم الشوكولاتة مع الزبدة كمان. هنحط الكاكاو والمية والزيت والقهوة. القهوة اللي مش عايز يحط قهوة ممكن يستغنى عنها، بس القهوة بتبين طعم الشوكولاتة أكتر. يعني حاجة بسيطة خالص من القهوة تخلي طعم الشوكولاتة يبقى واضح أكتر. هجيب بس ورق أغطي. الفتحة. وأشغل الفود بروسيسر. نخلطهم كلهم مع بعض. اوكي كده كله اختلط مع بعضه. فاضل ان انا انزل معاهم الدقيق. واول الدقيق ما يبتدي يختلط هحط قطع الشوكولاتة. نقلب علشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس. ونحط قطع الشوكولاتة. وقطع الشوكولاتة يدوب، بس احنا عايزين نقلبها مع الخليط. اوكي. وطبعا الصينية زي ما نحب، ممكن تبقى زي كده اللي هي هنقدم فيها على طول، وممكن تبقى صينية عادية خالص ونطلع منها البراونيز. بس يستحسن لو هي بتتفتح، لأن تطليع البراونيز بيبقى
صعب شوية، أو ممكن لو ما عندناش صينية بتتفتح تحطها في صينية عادية، بس نحط عليها فويل مدهون بالزيت علشان نقدر نطلع البراونيز بسهولة من الصينية. ودلوقتي هندخلها فرن بدرجة حرارة 150، وياريت ما نشغلش المروحة لأن المروحة تخليها تنفش وترجع تهبط تاني، فيبقى بدون مروحة 150، وهتقعد حوالي من 20 إلى 30 دقيقة. وده بيكون شكل البراونيز.